رسول الله، ادعوا الملائكة لتزيل هذه المدينة وتعاقب أهلها. فقال الرسول الكريم: لا يا زيد، لعله يخرج من بين أصلابهم رجل يقول ربي الله. وهل يمكن؟ لقد آذونا ورفضوا أن يسمعوك. فقال الرسول الكريم: لعل رجلا واحدا يجعل الله الخير فيه فيهدي هذه المدينة. يا غلام، خذ قطفا من العنب ثم اذهب بها لهذا الرجل وصاحبه. فقال الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ نصراني من نينوى، وأنا أعمل عند هذا الرجل وهو من أغنياء الطائف. وتساءل عليه الصلاة والسلام فقال: من نينوى؟ إذن أنت من مدينة العبد الصالح يونس بن متى. ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. إنما حديثه كالسحر، فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا. يا محمد، لقد وصلت لمكة البارحة وحدثني قومك عنك. قالوا لي إن حديثك كالسحر يفرق بين المرء وأحبته، وأحذروني من الاستماع لك، لكن الله أبى إلا أن يسمعني قولك. أشعر أن ما تقوله هو الحق، فأعرض علي دينك. فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأنا من المسلمين. يا رسول الله، إني سيد في قومي وأمري مطاع عند دوس، وأود لو أني أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم. فشجعه النبي الكريم بقوله: خيرا تفعل. ولكن يا رسول الله، لو دعوت الله ليجعل لي آية تعينني على ذلك. فدعا له رسول الله: اللهم اجعل له آية تعينه. لم ينفع التحذير، فقد لحق الطفيل بمحمد. إنهما معا منذ وقت طويل. أخشى أن يعود إلى قومه فيتبعونه وهو فيهم سيد مطاع، وحينها ستؤمن الطائف كلها بدعوة محمد. انتظر
انتظر وسترى، سنحاول منعه. ألم تقل لنا إنك لن تسمع قول محمد؟ لا شك أنه سحرك بحديثه. اسمعني يا طفيل، انطلع الصباح وأنت ما تزال على دين محمد فسوف. لا تظن نفسك أنت، رويدك لا يأخذك الغرور. أنا سيد دوس، وإن مسستني بسوء فلن تصمت دوس عن ذلك. لقد اقتربت من الوصول لأهلي. ترى هل سيكون أمر دعوتهم سهلا؟ يا رب أعني. ها قد استجاب الله لدعوة رسوله. مرحبا يا طفيل، يبدو عليك تعب السفر وإنهاكه، تفضل واسترح قليلا. إليك عني، فلست تحلين لي ولا أحل لك. بأبي أنت وأمي، ما الذي تقوله؟ لقد أسلمت وتبعت دين محمد. يا طفيل، إني معك وديني دينك. إذن فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها وتطهري وتعالي. حسنا، انتظر حتى يأتي والداك. إليكما عني، فلست منكما ولستما مني. لقد إني لست على دينكما. ماذا؟ نعم، وأنا الآن قد أسلمت وتبعته. ما هذا الدين الذي يجعلك متحمسا للدعوة له قبل أن ترتاح حتى وتلقي عنك تعب السفر يا بني؟ إنه دين الواحد الأحد، لا آلهة متفرقة ولا أصنام، فقط الله خالق كل شيء. إذن فأنا أشهد أيضا أن لا إله إلا الله وأن محمدا ذاك رسوله. وأنا أيضا على دينكما وأشهد بذلك. الآن وقد غمر الإيمان هذا البيت، أتمنى أن يوفقني الله ليغمر هذا الإيمان أهل دوس جميعا. من الغد سأدعو دوسا إلى الإسلام. لقد مر بالفعل وقت طويل منذ أن بدأ الطفيل بدعوته. لقد كانت تلك الأيام عصيبة ومتعبة للطفيل، هجره الجميع وصاروا يبتعدون عنه، لهذا عاد لرسول الله يشكو له ويتزود من تعاليمه. قبل خروجه قال إنه سيطلب من النبي أن يدعو على دوس. ونحن نعلم كم أن دعاء النبي مستجاب، ألم تروا ذاك النور الذي يغمر الطفيل؟ وهل يخفى ذلك؟ إن الجميع يدعو الطفيل بذي النور. ماذا قال لك النبي؟ إنه رجل عظيم يا أبي، عظيم جدا. لقد علمني رسول الله المحبة والرحمة، علمني الترفق والتلطف في الدعوة. ليتنا نلقاه. هل تصدقين يا أمي؟ لقد شكوت له أن دوسا غلبهم الزنا والربا، قلت له أن يدعو عليهم، ولكن حين رفع كفيه بالدعاء فتح أبواب الجنان لدوس بدلا من الجحيم. سمعته بصوته المغمور بالرحمة على الجميع يقول: اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين. الحمد لله الذي جعل هذا الرسول الرحيم معلما لنا، يعلمنا الإنسانية والمحبة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعله ملاذا لنا. والآن يا بني، لم يعد بوسعك القلق على هؤلاء القوم، فسوف يهديهم الله استجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.